السلام عليكم، مرحبا بكم بهذا الفيديو من سلسلة دروس سيسكو Advanced Technology. إذا تدخلون على الشانل مالتنا وتدخلون على البلاي ليست راح تشوفون كل الفيديوهات والدورات المرتبة كل من جوا القسم مالته. هنا إذا جيتوا على الفيديوهات اللي احنا هسه نشرح بيها راح تشوفون احنا شرحنا بالفيديو السابق البوليسي بيست راوتينج على مود توصلون لهذا الفيديو، واني اصلا راح احطه لي جوه بالديسكريبشن. شنو على مود احنا راح نكمل فوقه بعض المعلومات اللي نحتاجها بهذا الفيديو. بالفيديو السابق سوينا احنا اذا الثينك طلع من النيتورك واحد خلينا من حيجي لهنا راح يشمله فقط على راوتر 4، واذا اجى الثينك من الشبكة 11 وجه لراوتر واحد خليناه يطلع من على راوتر 2. في الحالة الطبيعية لو احنا مسوين البوليسي بيست راوتينج راح يجي البينك من واحد، راح يصير له لود بالانس من هنا ومن هنا اذا كان الكوست يساوي هذا اللي حكيناه مختصر مفيد في المحاضرة او بالفيديو السابق تقدرون تشوفوه. هسه هنا احنا اذا صار عندك اللينك هذا داون، إذا صار هذا اللينك داون انت صح هذا السورس واحد واحد وجه هنا أنا متطبقة الاي بي البوليسي مطبقها انت هنا على هذا الانترفيس، لكن عندك هاي اللينك صارت داون. خلينا نشوف البيهيفير والتصرف اللي راح يتصرف راوتر 1 مع الباكيت. يجي هسه على راوتر 5 نسوي بينج او نسوي تريس بالاحرى، نكتب trace 333 اللي هي هناك هاي النيتورك هنا نخليها اول شيء بدون سورس. شوفوها طلعت لود بالانس، يعني طلعت على راوتر 4 وطلعت على راوتر 2، لكن احنا بهاي الحالة نريد نخليها نجرب البوليسي مالتنا مشتغلة نخليها من السورس واحد واحد، لازم تطلع فقط على راوتر 4 مثل ما تشوفون الراوتر 4. زين، يعني عندنا شغالة، فراح تيجي على راوتر واحد تشوف انت show IP او show route map، راح يقول لك route map هاي موجودة تشمر على 1.4 في حال صار matching على الـ access list اللي اسمها PBR، هذا السطر الاول من الـ route map اللي اسمها PBR ايضا policy based routing، وعندك sequence 20 يشمر على 2 في حال صار match على الـ IPات اللي موجودة هناك. وتشوفون اكو باكتات دا تطلع باعتبار احنا سوينا ترايس، تشوفون اكو ماتشنج العداد مو صفر، يقول لك 1080 بايت 18 باكيت، هاي الترايسات اللي سويناها. راح نجي نشوف شو اي بي انترفيس بريف، تطلع بصورة مرتبة. عندك هنا هذا اللينك اللي هو بين راوتر 1 و 4 راح نجي نسوي له شت داون، نقول له شت داون. وهنا لانه هذا لا تنسون لان هذا سيميوليشن، يعني انت هسه هذا طفيناه من جهة واحد، روح من جهة الراوتر 4 راح show IP interface brief exclude unassign. عندك مشكلة بالسيميوليتر انه مع العلم انت سويت لك شت داون من هناك، لكن شوف اللينك بين الراوتر 1 و 4 بعده up المفروض يصير down. هذا الشغل الطبيعي في بالنتورك الواقعية، فاحنا حنسوي مثل الحقيقة لأنه السيميليتر ما حيفيدك. بالواقع العملي يصير داون من الصفحتين، يعني إذا صفحة واحدة صارت داون اللينك انقطع أو فيزيكال كات عندك، أو حتى إذا سويت شت داون من الصفحة الأخرى أيضا حيصير شت داون. المهم إحنا نيجي هنا همينة نسوي له شت داون على مود يصير محاكي للواقع، نقول له شت داون. راح نجي نرجع للراوتر واحد نشوف شو اي بي راوت دو شو IP route،
راح تشوف انه انت نيتورك انشالت عندك اللي هي تربطك بين راوتر 4 بقت بين 1 و2 وهاي كلها انشالت البقية. حلو، هسه انت ايش راح تسوي؟ ترجع نفس الترايس اللي سويته، في حال ترايس بدون هاي راح يطلع قبل على راوتر 2 لانه انت ما حددت بالسورس واحد اللي هو احنا محدديه هنا بالاكسس ليست تو شو اي بي اكسس. راح نشوف انه احنا مسويين ماتش فقط على الواحد واحد، يعني اذا البينج او الترايس طلع من 10 10 1 5 هاي نتورك فعادي راح يتعامل كراوتينج طبيعي بدون بوليسي بيست راوتينج، لكن احنا محددين 1 1 على البوليسي بيست. هسه راح نجي نشوف هنا في حالة خلينا بالسورس اللي احنا مسوين عليه ماتش، راح نشوف هنا ايضا طلع لك بال راوتينج الطبيعي، يعني انت في الحالة الطبيعية مأمن. شنو مأمن؟ راح تجي تسوي show route map، عفوا هنا بالراوتر واحد do show route map. هنا من اجي يعني هسه تشوف الباكيتات 24، راح تجي هنا تفنق مرة لوخ سوينا ترايس، هنا راح تجي من جديد راح تشوف الباكيتات صارت 30 وعادي عندك reachability موجودة، يعني إذا هسه تسوي ping على 3 3 3 source 1 1 1 تشوف اكو ping عادي، مع العلم انه انت ال next hop مالتك 1 4. هسه إذا تجي من هنا تفنقه، إذا تيجي تفنق منها do ping تشوفه ما عندك هيجي ping، خليني بس هاي كوالف هنا ping ما عندك عليه، لكن إنه هاي الطريقة راح تشتغل by default إنه عندك في حالة مثل ما تشوفون هنا في حالة إنه next hop مالتك ما موجود بالراوتينج تيبل راح يعوف الراوت ماب، ويرجع يطلع على الراوتينج تيبل الطبيعي. يعني قال لك ما دام انه احنا صارت هنا ماتش، لكن هذا اللي هنا مو ريتشابل النكست هوب ماتي، انا شو اسوي الخطوه اللوخ؟ انزل على الراوت تيبل اللي هو دو شو اي بي راوت، قال لك خلاص ماكو الشبكه 1 4 اللي هي تربط بين راوتر 1 وراوتر 4 اللي احنا نريد نطلع الترافيك عليها، صارت داون هذا الانترفيس. بهاي الحاله قال لك ماكو، اوكي بس انا الشبكه 3 اقدر اوصل لها من غير مسار، فما راح اوقع الباكيت او اخليه ما يوصل ما دام انا اقدر اوصل. عادي باي ديفولت اني اذا النكست هوب ماتي راحت اني راح اسوي الامور ومشي على الراوتنج تيبل الطبيعي في حاله انه صارت داون. هسه اذا قلنا له نو شت داون الراوتر 1 وجينا على الراوتر 4 هم قلنا له نو شت داون، راح نشوف راح يرجع طبيعي يطلعه على الراوتر 4. هسه احنا نشوف من وين طلعنا، من راوتر 2 1 2 لانه بيجي ساعه كنا مسوي شت داون. هسه اذا نجي مره لوخ نسوي ترايس نشوف رجع يطلع على 1 4، يعني هم مريح لك بالك سيسكو، قال لك في حاله النكست هوب مالتك تقدر توصل له وموجود بالراوتنج تيبل عادي امشي لك البوليسي ماتك اذا هي شغاله، في حاله راح هذا من الراوتنج تيبل ماتك يعني راح ادور بالراوتنج الطبيعي ماتي بدون بوليسي بيست. اذا موجود عندي الديستنيشن اللي هو احنا وين نفنق، على الثلاثه، جايتنا من هنا ايضا، فقال لك يعني ما دام موجوده عندي هعوف ماتك البوليسي، لانه اذا اريد ابقى مصر على البوليسي ماتك لازم اسوي دروب للباكيت، لانه الى ان يجي نتورك 1 4 ترجع اب اللي هو هذا اللينك يلا اقدر اسوي لك عليه فورورد للترافيك. بالفيديو اللي يجي راح نشوف اذا عندنا نتورك فيما بعد النكست هوب مالتك، احنا النكست هوب مالتنا هذا اللي 1 4 4 اللي هو هذا الانترفيس اللي هنا صاير، لكن اذا صار عندك داون لنتورك اخرى مهمة بالمسار مالتك مثلا اللي هي 3 4 يعني مو دايركت كونكت ولا انت شامر عليها بالبوليسي، شلون راح يصير التصرف بالنسبه للراوتر 1 والبوليسي بيست راوتينج راح نشوفه بالفيديو اللي يجي. تابعوا وياي.